الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما الذين اجتبوا الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد مع الدروس سامحونا احنا ابتدأنا الدروس بدري اليوم لأنه الحلقة أيضا تكون الرابعة الآن، الحلقة تغير معادها من 5 وصارت على الرابعة. نعم، عندنا آيات الأحكام ابتداء في آيات الأحكام الحكم الرابع في قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذهم بما رأفة في دين الله. عندنا الحكم هنا حكم الحكم الأخير في اللي المرتبط بالآيات وهي هو هل يصح الزواج بالزانية أم لا؟ هل يصح أن يتزوج المرأة التي زنى بها الشخص أم لا؟ هل يصح الزواج بالزانية أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو الحرمة وهذا قال به الحنابلة وهذا هو المنقول عن علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وقول عائشة وابن مسعود رضي الله عنه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها الآية التي نتكلم فيها في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زنة أو مشركة، وهذا فيه تعريض بالتحريم، ثم ذلك ختم الآية بالتصريح قال وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الآية ظاهرها يعني وحقيقتها النهي والتحريم عن أن يتزوج الرجل بالمرأة زنى بها. وقال علي بن أبي طالب إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته وكذلك زنة المرأة فرق بينها وبين بعلها. وهذا الكلام أيضا كلام عاري عن الدليل، هذا الكلام كلام عاري عن الدليل في هذا الباب، يعني أن الرجل إن زنى الرجل فيفرق بينه وبين امرأته وإن زنت المرأة يفرق بينه وبين يعني زوجها، هذا لا دليل عليه، لا دلالة عليه بحال من الأحوال صراحة. ومستدلوا أيضا بحرمة الزواج من الزنا من الزانية بما ورد عن أن مرصد ابن أبي مرصد جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من عناق وكانت من بغايا الجاهلية فلم يرد عليه حتى نزلت الآية الكريمة يا مرصد، ثم قال يا مرصد لا تنكحها. طبعا هذه في سبب النزول لأنه كان أراد أن ينكحها وذهب للنبي فقال لا، ونزلت الآيات لا زاني لا ينكح لزانية وزانية لا ينكح لزاني مشرك إلى آخر الآيات، قال وحرم ذلك على المؤمنين. هذا قول كما قلت سبحانه بالله هو قول علي بن أبي طالب وقول البراء وعائشة بن مسعود، وصحيح ما قاله الجمهور قالوا بأن الرجل له أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها، وهذا فعل أبي بكر الصديق وفعل عمر بن الخطاب وفعل كثير من الخلفاء وهو فعل كثير من أهل العلم. الجماهير الأئمة الأربعة قالوا بجواز الزواج حتى أنزنى بها لأنه ورد عن عمر بن الخطاب أنه أوتي بشاب زنى بشابة فجلد وأكد عليه أن يتزوج فقال له لا ما أريد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال وهذا ما يصح. هذا رواه الدرقطني وغيره وحديث ضعيف جدا. نعم، هم يرون يعني أن لا يحرم الحلال الحرام حلالا والقاعدة صحيحة أن الحرام لا يحرم حلالا لكن الحديث ليس بحديث صحيح. عندي إشكال هنا معلش. نعم. في الدرقطني بيعدل على البخاري وبيلقى كثير من الأحاديث الضعيف، كيف ليه؟ لأنه لم يشترط على نفسه ما اشترطه البخاري على نفسه. يعني هو في تجميع الروايات لم يشترط على نفسه صحيح. ولذلك في سنن الدرقطني تجد ضعيف كثير. هاي لأنه لم يشترط على نفسه صحيح. نعم. لكن البخاري اشترط فهم بيحاسبونه على الشرط. على شرطي. طبعا. وليس طبعا. بيحاسبوه أنت الآن قلت فإذا خلاص أنت يعني مسألة الضمان واصل لك عشان ترى أغلط ماشي. أيضا قال بينما أبو بكر الصديق في المسجد جاء رجل 3 عليه لوثا من كلام وهو دهش
مندهش. فقال العمر قم فانظر في شأني فإن له شأنا. فقال لي عمر فقام لي عمر فقال إن ضيفا ضافه فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال قبحك الله ألا سترت على ابنتك. شوف الأصل الستر مش الأصل الفضيحة. الأصل الستر ألا سترت على امرأتك على ابنتك. فأمر بهما أبو بكر فضرب الحد ثم زوج أحدهما الآخر وغربهما حولا أو زوج أحدهما الآخر. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على تزويج الرجل بمن زنى بها. والحق أن هذا هو الأصح هو الأسد بل هو المخرج العظيم لنا في هذه يعني الحياة التي نعيش فيها في هذه الزمانات ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. قد حدث كثيرا هذا الباب وقد قلت يعني أفتيت كثيرا أنه زوجها إياه. طبعا في البعض كان يعني يكون خسيس الفعل لا يرتضي وكان فيها إنقاذ للبنت يعني. هذا أمر آخر هذا أمر آخر شيء. وليش لا يثق فيها؟ الأصل في المسلم أن يكون كذلك حسن الظن. إيش اللي يكون فيها يعني؟ لا المسألة لا تدخل من هذا الباب. فهو الحق أنه في هذه المسألة حتى ولو كان فيها استلحاق الشافعي خالف العلماء قلب ابن تيمية خالف الإمام الأربعة قلب الاستلحاق. وأنا وفت كلام ابن تيمية في هذا الباب. نعم لأنه لو ما استلحق الولد ماذا يحدث؟ المشكلة كبيرة. لذلك هناك أبواب الشرع مفتوحة فتحة عظيمة في هذا الباب. في الاستلحاق فقط. مع أن أنا أصلا علميا لا أقول به. هو بتسد هذا الباب عشان موضوع اللي هو العجز ولا يضمن ازاي بقى. نعم هو شافع. لا شافع قال لو يعلم يقينا ان انه من مائه يتزوج ولا ينتظر العدة. احنا بقى قالوا ينتظر العدة لو يمكن لو ان يتاكد من ذلك. هو خلاص هو حملت منه كلام الشافعي. هو بيقول لو غلب على ظني انها لما حملت الا منه لو نتزوج يدرك الامر ويبقى غزاه بمائه ايضا. طب وين التعزير يا شيخ؟ دعك من هذا. احنا بنتكلم دلوقتي على الحل. سيب التعزير ده امر اخر يعني لا تدخل المسائل بعضها في بعض. ما هو الامام ابو بكر اقام عليهم الحد مش تعزير. اقام الحد وزوجهما. تفهمني؟ هو ادراك المفاسد هنا اسمه قطع باب المفاسد. لكن هو اقام الحد وزوجهما. لا اقام الحد وغربهما وزوجهما. ده لا تدخل الاحكام بعضها في بعض. حكم لا لابد ان يؤدى. الكلام بقى هنا على تدارك المفسده. وعن ابن عباس انه سئل فقال اوله سفاح واخره نكاح. ومثل ذلك كمثل رجل سرق من حائط ثمره ثم اتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره فما سرق كان حراما وما اشترى كان حلالا. وهو الذي اراد ان يقول بان فيها ان الحرام لا يحرم حلالا. ان الحرام لا يحرم حلالا. وتأولوا الآية الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة. قالوا هذا على الغالب. الغالب أن الزاني يبحث عن إيش؟ عمن كانت في مثله وهواه. مش ممكن الزاني الفاسق الفاجر يبحث عن صالحة يتزوج. لا لا يعني ما يروق له ذلك. الطبع مختلفة. نعم ما يروق له ذلك طبعا طبعا. لأنه هو له طباع منفرة من أي أحد لا يقبلها إلا من كان مثله. هو هذا. ولذلك الناس بتتعجب. طب اصلا حتى لو كانت يعني هناك شخص يعني له ما له من سمة الالتزام وله بعض التسيب لن ياخذ الا ايضا ملتزمة مثله. انت فاهم كيف؟ لان الطباع متوافقة حتى لو في بعض التسيب هنا او هنا. تسيب هنا محتمل وتسيب هنا محتمل. لكن لن ياخذ مثل يعني امرأة في الشارع تمشي بمضرب التنس والشرط. حتى لو وقع في فكرة. مسألة معروفة في هذا الباب. طبعا مختلفة. بيسموها ايديولوجية. المسألة كلها مسألة سمات شخصية معينة. سمات شخصية لا تتواكب الا مع سمات شخصية مثله. فهنا الآية بتبين ان سمات الشخصية المتقاربة في الغالب الزاني لا ينكح الا زانية. فعلا والغالب المشركة لا تبحث الا عن مشرك. فعلا حضرتك لو بتشوف المتقاربات الواحد هو ده بيرتفع كده. ليه؟ بتشوف المتبرجات بالضبط بينقبض مين؟ من يرتضي؟ انا لو جاءتني امرأة قالوا عنها فلقت قمر أصالة متبرجة استغفر الله ما أزدريها لكن ما يميل نفسي لها ولو 1%. ما يميل نفسي لها والله ما يميل نفسي لها. وهو تعرف ناس تتعجب من هذا الباب والله ما جو الله ما يميل نفسي لها. طبعا العيلة الأخرى كثيرة أعرفها لكن لا يميل نفسي لها بحال من الأحوال. إيش يعني
ها في علل اخرى طبعا ما علل ما لا علل اخرى لكن لا نقصده انه ما يمكن ان تقبل بهذه السمات غير غير متوافقه. وبعدين هذه ايضا صد من الله. طب ايه العلل الاخرى يا شيخ؟ كثير يا شيخ العلل الاخرى ان هي اصلا يعني انت خلينا في الدرس احسن. الموضوع مهم يا شيخ عشان الاخوه يعرفوا كمان ان في تساؤل في هذا الامر الشيخ حتى من التبرج بعد ما الزواج ما مشكله كتير يا شيخ. فدي مهمه هذه اديك واحده فقط فيما ذكرت بعد ما بعد تقاعد الزمان ترجع الى ما كانت عليه تاوي اليه. المشكله شوف شيخ مؤشر الايمان بيعلو وينزل فبياوي الى ما كان عليه. يعني شوف لو واحد سارق وتاب وكده عند ضعف الايمان سيميل للسرقه. لو واحد عشان كده قلت عندما تبحث عن امراه ابحث عن اصولها الخلقيه اولا قبل الالتزام قبل هذا الكلام. بس في دار الضعيف كان قال يعني انا اتكلم انا بتكلم على الغالب حرمين. انت بتاتي بنوادر نادر لا حكم لها والقواعد مش كليه القواعد اغلبيه يعني نادر. اه طبعا لا ما اقصدش ايش اللي انا اقصده اقصد من تطبع بشيء وغالبه وخالفه فعند العلو يعلو وينمحي عند الضعف سيأوي إليه بعض الشيء. فهمت إيه؟ يعني في بنت أمريكية أسلمت وكانت مغنية مشهورة وكده يعني كان في بعض اللحظات تقول أسمع الغناء في أذني بيتأتى اختبارات برضه بتكون في هذا الباب. فلازم يعني تفهم إنه في أمور معينة بترابط شخصية وهي أصلا مسألة ترى الرجل لا يأوي لامرأة إلا وهناك توافق في الشخصيات بينهم. فهم إزاي؟ بيبقى توافق وبيبقى اغلب السمات متفقه مش مختلفه. اغلب السمات ستجد ذلك اغلب السمات. اي نعم لكن شوف ممكن تكون انت عصبي وهي هادئه جدا. فاهمني حضرتك؟ ده نادر لكن في سمات اخرى تتكامل. لا تجد رجل ياوي لامراه قط الا والسمات متفقه. لابد يكون فيها سمات متفقه معا. اه ويكون في اتحاد الطريق، اتحاد الهدف هكذا. وده الغالب لذلك الائمه قالوا ان الايه الزانيه تنكح على الزانيه تنكح على الزانيه او مشركه قالوا هذا على الغالب غالب الاحوال. والغالب هنا ده حكايه غالب يبقى ده مفهوم لها. يبقى اذا لا يقال بانه يحرم ان هو الرجل يتزوج. يصح انه يتزوج. يصح انه يتزوج. يا رجل قال ان امرأتي لا ترد يدي لامس. حديث ضعيف. لكن كيف عند صحتي؟ قال لا ترد يدي لامس، قال طلقها. لانه انت اشتكيت معنى كده ان انت لا توافق على هذا بحال من الاحوال. قال طلقها، قال نفسي تتبعه. العشق بقى له احوال. قال لها امسك عليه. وهي لا ترد يدي لامس. بس لا ترد يدي لامس. يعني في ملامسه في اليد بتحبس. حضرتك لما بنيت الحكم شوف اللي هو على الغالب اللي قلت خلاص ما اتفقتش بيه يعني خلاص. لا هو الغالب يعني معنى ذلك انه ليس محرما. هو بيحكي حكايه غالب وحكايه الغالب لا مفهوم له. يعني الزاني ينكح على زانيه. طب هل يستطيع ان ينكح صالحه؟ نعم. والزانيه تنكح صالح؟ نعم. فاهمني؟ وايضا المساله لا يقال انه حرم ذلك على المؤمن يعني يحرم ان هو يكون الامر الصالح ينكح زانيه اذا كانت تهابته حسنه. ها؟ لا اذا كان لا على النادر لكن يتزوجها يتزوجها ليس محرما. ولذلك قالوا الفاسق لو اراد ان يتزوج صالحه يتزوج ولا ما يتزوج؟ نعم اشتغل. وقد قال بعض الجمهور قالوا بان وانكحوا الايام منكم ايه عامه هي التي نسخت يعني نسخت قول تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. الصحيح الراجح هو قول جمهور اهل العلم. ولان هذا تأول الخلفاء الراشدين وهذا فعل عمر بن الخطاب وهو فعل ايضا ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع فعلوا ذلك رضي الله عنه. وهذه الايات جاءت لتحقق مقاصد الشريعه لان مقاصد الشريعه جاءت بحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ العرض وحفظ ايش؟ حفظ النسل. قصف المحصنات من الكبائر، قصف المحصنات من الكبائر. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الرمي هنا معناها القصف بالزنا، وأصل الرمي والقصف بالحجارة، وهو يستلزم ذلك، لكن جرح اللساني أشد من جرح الإيش؟ السنان. جرح اللساني أشد من جرح السنان. وسبب النزول، يرى بعض العلماء أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة حديث الإفك وما تولاه عبد الله بن أبي بن سلول، تولى كبر هذه المسألة. ولكن يقول ابن جرير أن المسألة على 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 أن هذه الآية نزلت على القذفة عامة، والذين يرمون المحصنات، مما قالوا نزلت في عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنهم تجرؤوا على عرضها، ولكن صحناها على التعميم. الأحكام الشرعية تتعلق بالحديث بهذه الآية العظيمة. الحكم الأول، ما معنى الإحصان؟ الذين يرمون المحصنات، ما معنى الإحصان؟ الإحصان في الشريعة يتأتى بالسياق يعلم، لأن السياق، لأن الإحصان له معاني أربعة. المعنى الأول العفة، قال تعالى والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات. فتأتي هنا المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لا يمكن أن يكون الإحصان هنا معناه الإسلام، وإن كان بيتأتى على معنى الإسلام، لكن هنا يكون المعنى العفيفات. الحرية، قال تعالى فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون هنا بمعنى التشطير بين الأمة وبين الحرة، التشطير بين الأمة وبين الحرة، فهنا المقصود بها هنا الأمة. فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذن عقوبة الأمة المملوكة على نصف من عقوبة الحرة، فيكون معنى الحرية. ويأتي أيضا الإحصان بمعنى الزواج، هو المقصود في هذا الباب. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال والمحصنات من النساء، أي متزوجات من النساء، يبقى الإحصان هنا بمعنى الزواج. ويأتي الإحصان أيضا بمعنى الإسلام، كما في الرواية التي جاءت في السنن، من أشرك فليس بمحصن، وهذه جاء مرفوعة موقوفة، من أشرك فليس بمحصن. فالإحصان هنا بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام. والحق أن أشهر معاني الإحصان هو ما جاء بمعنى العفة، وهذه الآيات جاءت لذلك، هذه الآيات جاءت لذلك، وأن الإحصان هنا بمعنى العفة. وسيأتي الكلام عليه وعلى ما كان في حادثة الإفك، وأن عائشة رضي الله عنها أنزل الله القرآن يتلى إلى يوم الدين مدافعا عن أرضها. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.